ومتابعة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية معنا من موسكو الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والمحلل السياسي المختص في الشؤون الروسية. أستاذ قليوبي تحية طيبة لك. بداية، ما هي قراءتكم لتطورات الوضع العسكري الميداني بين موسكو وكييف في ظل إعلان الجيش الروسي لسيطرته على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا؟ في الواقع ما يجري في هذه الأيام يشكل امتدادا لما قد أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أن روسيا ستواصل تقدمها في دونباس وتحقيق أهداف ما يسميه العملية العسكرية الخاصة رغم ما يحدث في كورسك. فبالفعل في الأيام الماضية سيطرت روسيا على مجموعة من البلدات في الشرق الأوكراني، وهناك توقعات بقرب السيطرة الروسية على مدينة باكروفسك ذات أهمية استراتيجية وحوثية كبرى، ثم ربما تعود إلى مسألة حسم الوضع في كورسك الذي يشكل ضربة نفسية كبيرة لروسيا. ولكن من وجهة النظر العسكرية والاستراتيجية ما يجري في كورسك لا معنى كبير لهم، لأن ما يجري يحدث في المناطق الحدودية لا تحتوي على أي مواقع استراتيجية، وحتى محطة كورسك النووية تبعد عن مواقع منطقة القتال عشرات الكيلومترات. صف لنا الوضع الميداني الآن في كورسك أستاذ قليوبي، كيف أين وصل التقدم الأوكراني في على أرض المنطقة هناك؟ هناك أنباء تشير أن القوات الأوكرانية تمكنت من احتلال مناطق شاسعة في المناطق الحدودية، ثم قامت بتفجير جسور حتى تزيد الصعوبات اللوجستية على الجيش الروسي. وقد قامت القوات الأوكرانية بأسر عدد من الأفراد، لا نستطيع التأكد من عددهم على وجه الدقة. أما الذي سيطر عليه روسيا فقد تم إجلاء إليه أكثر من 120 ألف شخص وفق الأرقام الأخيرة. طيب، من خلال زيارة الرئيس بوتين إلى شيشان ولقائه مع قاديروف، هل هناك ربما زخم عسكري شيشاني محتمل للخوض في الميدان على في المناطق الحدودية برأيك أستاذ قليوبي؟ هذا الاحتمال وارد، لأننا إذا نظرنا إلى طبيعة الكتائب الشيشانية فهي تضم عددا من الانفصاليين السابقين الذين كانت لديهم تجربة القتال ضد القوات الفيدرالية في تسعينيات القرن الماضي. أو في وقت لاحق عندما عادت الشيشان إلى حضن موسكو قام الرئيس كاديروف الابن بالعفو عنهم وسمح لهم بحمل السلاح من جديد، ولكن تحت قيادته هو، وهي بذلك تتميز بدرجة عالية من الولاء لكاديروف بشكل مباشر ولبوتين بشكل غير مباشر. فبالتالي ليس من المستبعد أن تزيد روسيا اعتمادها على القوات الشيشانية سواء في كورسك أو في العمق الأوكراني. طيب، ماذا عن باقي الإجراءات أستاذ قليوبي، خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين وخلال زيارته إلى مدرسة بيسلان لإحياء الذكرى 20 للهجوم الإرهابي الذي استهدف الأطفال هناك في مدرسة بيسلان، قال الرئيس الروسي بأنه سيحارب الإرهاب وسيحارب الإرهاب، وكانت الرسالة في اتجاه كورسك. ماذا يعني إعلان هذا التدخل الأوكراني على أنه إرهاب بالنسبة لرد الفعل الروسي؟ كيف تتعامل مع هذا الوضع بإعلان التدخل الأوكراني بأنه عملية ضد الإرهاب؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نفرق بين الشق السياسي والعسكري للأمر. بالفعل روسيا أعلنت نظام عملية مكافحة الإرهاب في 3 مقاطعات حدودية، هي بيلغراد وكورسك وبريانسك، ولكنها نفس الوقت كانت إعلان دلالات أو تعبئة عامة، وهو ما من وجهة النظر السياسية لن يتقبله الرأي العام الروسي، لأن استقرار الأوضاع السياسية في روسيا يعتمد بدرجة كبيرة على نوع من العقد الاجتماعي بين المواطنين والسلطة، والذي يضمن الكريملين بموجبه قدرا من الرخاء والأمان للمواطنين مقابل عدم التدخل في السياسة.
فلذلك يتم تصوير الأمر سياسيا على أن هذه عمليات محدودة لمكافحة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والمحلل السياسي المختص في الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو. شكرا على كل هذه المعطيات.